الفيديو ديال مال واحد المنصه غادي نشرحوها للدراري اللي هي طريقه ديال الايداع والوضراو وطريقه ديال التسجيل بطبيعه الحال. واخا غادي نشوفوا شويه ديال الصداع عندنا هنا ما عندنا ما نديرو. المهم الاخوان يا ماير موت باس تعاودوا موت باس كود الريفيلر. انا عندي حساب في الموقع الشباب غادي نديرو الواجهه ديال الموقع اللي هي ديال الاخوان. الموقع فاش كتسجل نورمالمون غادي يكون تيعطينا شي حاجه اللي هي شحال 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 راه نهبطو لتحت شويه. الموقع تيعطينا الاخوان 38 دولار كيخصك ديبوزي 12 دولار طوطا مينيمو ديال الاورنينغ ديال الويدراو اللي هي 1 دولار في اي بي اللي هو تيدير 40 دولار الشباب 50 دولار الاخوان. غادي ندخلو نشوفو هاد الشيء هذا في اي بي رقم 1 اللي هو هذا كما كتشوفوه كنورنيو منو اللي هو تاسك 1 اللي هو 1 دولار الشباب. المهم الواجهة هاد الموقع اللي هادي عندنا هنايا شير لا بغيتي انك تانفيتي بنادم فيسبوك تويتر وهنا الكود بار وهنا تكوب اللي ديالك وتعطيه الدراري وهنا التيم ديالك اللي تتكون. عندنا حاجة واحدة أخرى اللي هي هنايا التيم على شكل على وجهة واحدة أخرى تكوبي الكود ولا ليال. وعندنا هنايا التيم اللي هي ليفل أ ليفل دو ليفل تروا والديتاي ديال كل وحدة هنايا. هنا عندنا ديبوزيت ويدراو داونلود أبليكاسيون هنا كنضم الى رول هادي لا ما كاينش اوكي. المهم كاين من في اي بي واحد الاخوان حتى في اي بي 10. هنا عندنا كومباني بروفيل كومباني بروفيل اللي فيها المعلومات كاع كامله على الموقع الاخوان فوقاش دار وكذا وكذا والى اخره. راكم عارفين هادشي كاع كله اللي كيكون في كومباني بروفيل ولا في في رول. هنا اول حاجه غادي نديروها اللي هي غادي نمشيو نشوفو ديبوزيت. قبل ما نشوفو ديبوزيت لهنا ممبر ليست هنا النوتيفيكاسيون ديال الناس اللي تيديروا ديبوزيت ولا ويدرو ولا تيشرف شي في اي بي ولا شي لعيبه بحال هكا. المهم الاخوان اول حاجه غادي نديروها اللي هي ديبوزيت. هنا غادي نكوبيو الكود شوفوا الكود فينا هو شفت كونيكسيون واقيلا اوكي. غادي نمشيو عندنا الوالط ديالنا الشباب غادي نديرو يو اس دي تي نديرو سنت باسيو او هاطو متكوباتش نرجعو هنايا نديرو نيكست. وهنا غادي نديرو الفلوس اللي بغيتو انكم ديرو لها ديبوزي ولا شي لعيبه وديرو دون من بعد ديرو سند من بعد ترجعو للموقع الاخوان غادي ديرو روشارج كومبليت. المهم الاخوان من بعد ما درنا ديبوزي والى اخره غادي نجيو غادي نلقاو بالونس ديالنا تزادت فيها وغادي نلقاو في اي بي رقم 1 اللي هو تشرا اوتوماتيك. اول حاجه غادي نديروها هي غادي ندوزو التاسك ديالنا اللي هو تاسك 1 البري اللي هي 9 دولار. من درنا لي تاسك ديالنا الدراري غادي نمشيو دابا نشوفو الويدراو غادي نمشيو نجيبو الوالت ديالنا بطبيعه الحال الشباب اللي هي غادي نكوبيوها من هنايا كما عارفين كوبي الوالت غادي نجيو لهنا غادي نباسيو انا غنديرو واحد فاصله لا غير واحد ديال اللي عندنا ماشي واحد فاصله 7 ما تديوش عليا. وهنا غادي نديرو والت وهنا غادي نحطو الباسورد ديالنا وغادي نديرو كونفيرم والدراوه يا داست غادي نتسناو حتى توصلنا الشباب. هنايا اللي هي الواجهه هادي كلها مشروحه الاخوان. عندنا هنا لي ميسيون اللي هنا لي ميسيون اللي باقي ما دازوش. هنا لي ميسيون اللي دايزين كومبليت. هنا التيم ديالنا اللي شرحنا هاد البيلات وهنا خلاص كاين وهنا خلاص كاين سيبور بغيتي انك تواصل مع السيبور رجع 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 سيبور تيليجرام بغيتي تواصل معاهم بغيتي شي مشكل شي لعيب. المهم هنا تيم مشروحه الصحبه الاخوان راه وصلوا كما شفتوا غادي نجيو لهنايا غادي نلقاو 1 دولار مع 1.36.18 كما شفتوا هذا. هنا عندنا الفي اي بيات اللي كاينين الاخوان الفي اي بي 1 كما قلنا لكم حتى الفي اي بي اللي هو 10. وعندنا هنا البروفيل ديالنا اللي فيه انفيست وفينانس ريكورد انفيستمنت ريكورد ترانسفير. وعندنا الاكونت ديالنا اللي فيه المعلومات على الحساب وشنو فيه موديفي باسورد ديال الدخله موديفي باسورد ديال الويدراو كلشي كاين هنا الاخوان كلشي مشروع. تلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله وتهلاو.